مرحبا، صباح الخير وسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي عن شغلة مهمة جدا، وهي موضوع الريسايكل أو إعادة التدوير. إعادة التدوير شغلة موجودة كتير في كندا، تقريبا في كل المدن. المدن بتأخذ منك تاكس كل سنة عشان تلم الزبالة، بس في لها مواعيد، يعني أنت ما بتقدر تحط الزبالة والشغلات هاي بأي وقت برا في الشارع، لازم تعتمد على مواعيد. خلينا أورجيك وشو في. هذا الفيديو برعاية مكتب عمرو لخدمات الهجرة. مكتب عمرو لخدمات الهجرة مرخص من قبل الحكومة الكندية، ومختصون بجميع قضايا الهجرة والزيارات إلى كندا. زي ما انتم شايفين، كل الناس مطلعة الريسايكل بنز تبعتها. اوكي، اليوم عندنا شغلتين هورجيكم اياها. خلينا نروح عند جيراننا. اوكي، في شغلتين، مثلا هذا في اوتوا، في البن الاسود، هذا للورق. اوكي، وهذا الاخضر اللي هو لمهملات الاكل، اللي هو اي شيء بتاكل. عندنا بياخذوه كل اسبوع بيوم محدد، والورق بياخذوه كل اسبوعين، والبلاستيك بياخذوه كل اسبوعين، يعني اسبوع بلاستيك اسبوع ورق. الاسبوع هذا بدهم ياخذوا عندنا الورق والكرتون، الاسبوع الجاي بيجي بياخذوا البلاستيك. اوكي، البلاستيك بيجي معاه جاربج ثاني باج، يعني صندوق ثاني بسموه الجاربج، هذا اللي بتحط فيه باقي المهملات، اللي هو الوسخ الباقي اللي انت بتكبه. اوكي، الان احنا بفصل شتاء، فما في عندنا خضار، يعني قص عشب. لما بنقص العشب احنا في عندنا ورق او كراتين، مش كراتين عفوا، كياس خاصة للعشب، بنحط فيها الكياس هاي واغصان الشجر بنحطهم فيها، وبنحطها برضو على نفس المكان اللي موجود هون، وبتيجي سيارة اللي بتلم الزبالة بتاخدهم وبتوديهم على الريسايكل اريا. زي ما حكيت لكم انه هاي الشغلة اجبارية في كندا، واذا ما التزمت فيها وجدوا في شغلات مخالفة للي موجودة، يعني مثلا في هذا الصندوق الاسود وجدوا بلاستيك، فممكن يعطوك اول مرة warning او تنبيه، المرة الثانية اكيد راح يعطوك مخالفة، ومخالفتها حوالي $250. فبتكم تنتبهوا لما تعيشوا في بيوت خاصة، لأنه هو عارف أي بيت لإله هاي الزبالة، فبالتالي أكيد المخالفة راح تيجي عندك على البيت. موضوع الريسايكل إشي مهم جدا، ما بدي أحكي كتير لأنه ما بعرف شو بيسووا فيه الجوفرمنت. مفروض 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 انهم فعلا يودوه يرجعوه على ريسايكل ويستفيدوا منه مرة ثانية، لكن لن اقسم بذلك لاني ما رحت شفته بعيني. ان شاء الله يكونوا بيستفيدوا فعلا منه وبيخففوا من مشاكل البيئة، لانه للأسف احنا صرنا نستخدم خاصة البلاستيك كتير. في قانون راح يطلع مفروض السنة القادمة اللي هو يمنع اي اشي من البلاستيك يستخدم لمرة واحدة، بمعنى كياس البلاستيك هاي المستخدمها مرة واحدة راح تمنع قطعيا، الكاسات اللي تستخدم مرة واحدة راح تمنع قطعيا، اي اشي يستخدم لمرة واحدة راح يمنع قطعيا. فعشان هيك حبيت احكي لكم اليوم عن موضوع الريسايكل، وان شاء الله يعني هذا ما شاء الله عليه ما عنده كثير ريسايكل، شايفين شوية جرايد وهذا. فنراكم في حلقة أخرى عن كندا واللي بصير في كندا خاصة لما تيجوا، وسلام للجميع. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل